شكرا للاشواق على الحضور ديالها وعلى التغطيه ديالها ديال الحدث هذا اللي غادي نهضر فيه اليوم تقريبا على الخبايا والاحداث اللي كتوقع في تصوير الافلام القصيره في المغرب تقريبا كامل. يعني جميع الناس اللي كيصوروا افلام قصيره في المغرب كل واحد تقريبا وعنده طريقه باش كيصور، والحقيقه اللي مازال ما عارفينهاش بزاف الناس هو ان الافلام القصيره كتصور بطرق يعني خايبه بزاف تقريبا، ماشي كلشي ولكن البعض. اولا كاين الاستغلال ديال البنات اللي كيصوروا افلام قصيره ديال الحب وديال الغرام وداك الشيء، الناس اللي كيصوروا افلام ديال الحب كيستغلوا البنات، كيجيب بنت كيقول لها جي تصور معايا فيلم، من بعد ما كتصور معاه يعني كيوقعوا شي حوايج اخرين يعني تقريبا راكم عرفتوهم. زائد هذا الشيء كاين الكذوب بزاف من غير افلام قصيره، الناس اللي كيديروا افلام قصيره ولاو كيديروا مقالب، هذوك المقالب ولا فيلم كذوب بزاف. يعني واحد كيجيب خوه ولا خشو ولا الام ديالو كيقول لها شوفي غادي تبكي قدام كاميرا او غادي تبوحطي باش الناس يتفرجوا فينا باش نجيبوا لي في. يعني هادشي ما خصوش يكون. يعني الافلام القصيره، القنوات ديال الافلام القصيره في المغرب كان عند العز ديالها في سنه 2018، هاد العام اللي كنشوفوا شي حوايج خايبه بزاف، الكذوب، استغلال، يعني يوتيوب ولا موقع اباحي 100% ملي ولينا كنشوفوا بحال هادشي. وهذا كيزيد يعقد كيزيد يأزم الوضعيه ديال المحتوى المغربي. احنا بغينا نزيدوا به القدام، درنا الافلام القصيره، درنا مواضيع جميله بزاف، الناس كانوا كيتابعونا، ولكن دابا كلشي حقد. يعني ولينا كنشوفوا الفضائح في الافلام، يعني ولينا كنشوفوا افلام ديال الاغتصاب والافلام ديال الحب بزاف، يعني هادشي كيزيد اثر. وكنتمنوا باش ان هادشي يتبدل، وكنتمنوا بان الناس اللي كيديروا المحتوى ديال الافلام القصيره في المغرب ما يبقاوش يكذبوا على الناس ويبقاو يقولوا لهم اننا كنديروا مقالب، لان يعني جميع المقالب مفبركه 100%، وانا اتحمل جميع المسؤوليات على ذلك. يعني كل شيء مفبرك، كل شيء كذوب. الجميل في الافلام القصيره اللي عشتهم انني اول مره كريت شان ودرت فيها الافلام القصيره بداو كيتزادوا لي المتابعين بشويه بشويه، من بعد ولو عندي المتابعات ولا لي فان ديالي. يعني الصراحه كنت صاحب مع بنت كدوز معها واحد الوقت، من بعد كتفارق معها علاش؟ حيت فريمون كانت مصاحبه معاك حيت مشهور، فريمون مصاحبه معاك حيت كتبقى تدوب سميتك انا مصاحبه مع سفيان النجاح. هذا الشيء زاد حقدني، وليت كنقلب ماكسيموم على شي بنت اللي كتستاهل ان تعيش معايا قصه حب بحال داكشي اللي كنعيش في الافلام، ولكن مازال ما لقيتش. بغيت نعيش قصه حب ديالي انا، شي بنت تكمل معها حياتي ونديروا شي فيلم في الاخر اللي غيجسد القصه ديال الحياه ديالي. يعني ديك افلام الناس اللي كيشوفوني في افلام، يعني راه ماشي سفيان ديال الواقع، يعني داك الشيء اللي كنبين انني راه كنبغي ديك البنت وكنتسطع لها وكنضحي لها قبلها، داك الشيء كامل كذوب، يعني داك الشيء غير تمثيل. اما انا في الواقع راه ما نقدرش نضحي ديك التضحيه، لان صعيب ان واحد يضحي عليك، حيت كاينين الناس كيكذبوا على الناس كيقولوا لهم باللي داك الشيء اللي كنعيشوه حنايا في الافلام راه كنطبقوه في الواقع، داك الشيء راه ما كاينش، يعني داك الشيء كامل كذوب. وكنتمنى انني نعيش قصه حب فريمون بحال ديال الافلام اللي كندير، والله يجيب لنا شي بنت الناس نعيشوا معها الحياه السعيده وتشهروا معها. فارسه الاحلام ديالي غادي نبغيها اول حاجه توقف معايا في السراء وفي الضراء تبغيني، ماشي غير حيت كن مشهور ولا كندير يوتيوب ولا افلام قصيره، وتكون زوينه وبنت الناس وصافي. هادشي اللي بغيت. اما الماديه وداك الشيء ما كيهمونيش، انا كنتمنى تكون عقلي ديالي زوينه وتبغيني كشخص ماشي كواحد مشهور. هادشي اللي بغيت في فارسه الاحلام ديالي. بالنسبه لذيك السيده اللي غتزوج بيه، صراحه راه غادي تمتع ديال بصح. علاش؟ لان غتزوج بسفيان نجاح، سفيان نجاح دوز واحد المرحله ديالو ديال الشهره وباقي كيدوز فيها لحد الان، كيدير افلام ديال الحب، كيدير التجارب الشباعيه، كيدير بزاف د الحوايج. يعني يوتيوب في المغرب صعيب انك توصل فيه، يعني سفيان نجاح راه واصل الحمد لله، وانا جبت العز اليوتيوب في الايام ديالو. يعني البنت اللي غادي تزوج بيها يعني غادي تكون اسعد بنت، وغادي نوفر لها جميع المتطلبات ديالها، ماشي غير في يوتيوب، وخاصها اصلا ما خصهاش تبان في يوتيوب. يعني المدام ديالي ما غاديش تبان في يوتيوب، غادي تولي تبان غير في انستغرام، حيت انستغرام كيبان فيه تيتيز، داكشي علاش المدام ديالي غتكون تيتيز. كلمه اخيره بغيت نقول للناس ديال الافلام القصيره اللي كيديروا لي كور ميتراج واللي كيديروا المقالب، ما تبقاوش تكذبوا على الناس، جيبوا محتوى زوين، ولكن ما تبقاوش ديروا مقالب وتكذبوا على الناس. التقيتوا بصديقاتي، داكشي راه خايب شويه. المهم كنتمنى انكم تبدلوا المحتوى ديالكم وديروا شي حاجه جديده، لان
افلام قصيره والقنوات ديال الافلام القصيره في 2018 كانت في العز ديالها، ما دخلتش 2019 دخلت بالفساد والقنوات اباحيه ولات عندنا في يوتيوب. كنتمنى هادشي يتبدل. وتحيه لكم عز فيها نجاح ادريسي، ومن الخطا كتعلم الانسان، والاستاذ ديالكم وجه لكم رساله، كنتمنوا انكم تستغلوا هذه الفرصه هذه وتبدلوا المحتوى وغندير لكم